سيد محمد عدنان حكم مباراة يأمر بتنفيذ ضربة الجزاء والهدف الثالث لصالح الخور. الخور يعادل النتيجة بعد أن كان فاقدا للأمل. يعادل الخور النتيجة بعد أن كان فاقدا للأمل. وثلاثة أهداف لثلاثة ما بين الخور والسد في استاد جاسم بن حمد بنادي السد. وضعت الكرة في الشباك وفي نفس الزاوية.